ساعة شهية وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدين وشاهدين قناة الصحة والجمال. أهلا بيكم لكل ربات البيوت والعرايس الحلوة اللي بتتفرج معانا النهاردة على ساعة شهية. إن شاء الله بقى النهاردة بداية موسم جديد من برنامج ساعة شهية، هتكون معايا ضيفتي اللي منوراني طول الموسم الشيف أمل. ازيك يا شيف أمل؟ أهلا يا سارة، نورتيني. إيه؟ ربنا يبارك لك يا حبيبتي. طبعا يا شيف أمل احنا ما بنصدق نلاقي الفرصة إن أنت تكوني موجودة معانا عشان العرايس الحلوة وربات البيوت الجميلة اللي بتحب دايما إن هي تروق بقى مطبخها وتعمل اكلات اقتصاديه ووصفات، فانا بصراحه حبيت استغلك ونستغلك في بقيه الحلقات دي كلها علشان خاطر نقدر ازاي نعرفهم ان هم يفتحوا الثلاجه يعملوا منها ابسط الاكلات. والله يا ساره بصي، احنا في ظل الظروف دلوقتي صعبه شويه، يعني كل ست بيت بتبقى محتاره تعمل اكل ايه وتجهز ايه للسفره وتجهز ايه الغداء وتجهز ايه العشاء. مواضيع بسيطه جدا جدا، احنا طيب. لو عندنا حتى حاجه بسيطه هنقدر نوظفها ونشغلها وتبقى حلوه قوي قوي ان شاء الله. طب شيف امل يوسف النهارده معانا، هنبتدي بقى معاها نبتدي بدايه الحلقه عشان نعرف بقى الوصفات الجميله والحاجات الخفيفه اللي هي محضرها لنا النهارده. قولي لي بقى شيف مكونات الحلقه بتاعتنا النهارده ايه؟ النهارده هنعمل عصير، هنبدا عصير بالفراوله. ايوه وحاجه حلوه وجديده وان شاء الله هيبقى طعمه حلو. انا عايز اعرف ايه ده. والله بقى ده انا عايز اعرف ايه ده. بصي حاجه جديده يا ساره. انت طب انت عملتي ازاي ده؟ كيكه؟ لا لا والله بصي هي حاجه بسيطه جدا، بدل ما نغرف السلطه في طبق. ايوه احنا ممكن نغرف نعمل السلطه ونحطها هنا ونبدا مثلا ايه ده؟ عيش. ده عيش والله فعلا. مكوناته بسيطه جدا. يعني المطبخ يا شيف بندخل عايزين نعمل اكل، انت عملتي الحاجات الحركات ازاي؟ هي مش صعبه قوي. ده هم كوبايه دقيق بالظبط ومعلقتين زبادي او ثلاث معالق زبادي ونص معلقه بيكنج باودر وشويه ملح بس، ما بعجنش ولا بميه ولا بلبن ولا اي حاجه. معانا عصير فراوله وسلطه وعندنا بقى الطبق الرئيسي اللي هو المكرونه بالفراخ. بس انا عارفه ان انت النهارده عامله فيه شويه وصفات وحركات عشان ما حدش يبقى محتار كنت. عشان ما حدش يبقى محتار خالص ويقول ان انا اصلا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اطبخ ايه، ده كله من مطبخ ومش هشتري حاجه من بره. طب يلا يا شيف بقى نبتدي بالسلطه. اول حاجه هنعمل ايه؟ بصي يا ساره احنا هنعمل السلطه النهارده ان شاء الله. اتفضلي. سلطه مختلفه جدا. ايوه دي حاطين ايه وايه؟ مكوناتها هيبقى بقدونس وكرنب احمر وبصل اخضر وطماطم وفلفل الوان وكابوتشا وليمون وملح وفلفل. حلو جدا. الدريسنج بقى بتاع السلطه دي حاجات موجوده في البيت. ده كله ده موجود. الدريسنج بقى بتاع السلطه دي حاجه مختلفه جدا. هنبدا هنا كوبايتين زبادي وهيبقى في شويه لبن صغيرين علشان يبقى الصوص خفيف شوية. وهناخد شويه الجديد بقى النهارده في الدريسنج ان احنا هنعمل هنحط له شويه جبنه رومي وهنحط معلقه مسترد. هو بصي الجبنه الرومي عموما او الجبن بتدي طعم لاي حاجه حلوه جدا. والله يا ساره بيبقى حلو جدا جدا. وخلي بالك دي تاكل اطفال. يعني طبعا. الاطفال لما بتشوف جبن بتاكل الحاجه. لا وعايزه اقول لك كمان حاجه، انت حتى لو انت مش مالكيش نفس للاكل عايزه تاكلي حاجه خفيفه بالليل، عايزه تاكلي حاجه خفيفه الظهر، بتعملي شويه السلطه دول وتاكليهم بالعيش ده بس. ما بصراحه ولا اي مكون تاني. هناكل يا شيف ان شاء الله. هناكل واجرب العيش الجميل بتاعك ده. هنعمل الاول الدريسنج الاول هنعمله. تمام. هنجيب معلقه مستارده. يلا بينا. هنحطها على الدريسنج. الاول انت بتعملي الصوص كله مع بعض. وهنجيب ملح وفلفل. لا بصوا يا جماعه يعني بجد الشيف امل مرتبه التقطيعه كده. والله يا ساره احنا في المطبخ العين بتاكل. يا ساره قبل البق بس واقفه في المطبخ برضو يا شيف. والله يا ساره هي واقفه في المطبخ حلوه جدا لو الست حاسه انها مرتبه حالها ومرتبه نظامها مطبخها. بص الدنيا شيف. بتبقى حلوه قوي. يعني مش السلطه بتاعتنا يا شيف قطع وحط لا 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 هناخد بس شويه توم صغيرين. تمام. بصوا الجمال شيف مقطعها بنظام ايه، مش عايزه اقول لكم على الجمال اللي هي عاملاه. مفهومش اي حاجه. شويه ثوم. شويه ثوم. اشيل لحضرتك الليمون كده. خلي الليمون. اشيل يا ساره الليمون دي هنا في الطبق اهو. اتفضلي يا شيف. هنبقى ناخد شويه ثوم صغيرين قوي كده. شيف انت ازاي فكرتي في طبق السلطه ده؟ لان هو مش متداول. هو طبق السلطه ده مش متداول بس انا عايزه اقول لك ان السلطه دي مهمه جدا في كل بيت. والله مهمه جدا. انت يعني غيرت الخضار في شكلها الخضار مهم جدا وغيرت في طعمها وفي شكلها علشان حتى تبقى فاتحه، يعني اللي بياكل ده بتبقى نفسه مفتوحه مش عايز يقول ان انا باكل حاجه كل يوم هي طبق السلطه هو مفيش حاجه جديده، عايز اكل حاجه كويسه حاجه طعمها حلو كده. هنقلب كده الدريسنج ده
ده زبادي، جزبادي ومستردة، ومستردة وملح وفلفل، بشر جبنة رومي، بشر جبنة رومي ده الجديد، وملح وفلفل. بس هو مش محتاج حتى يتخفف. وذره اصفر طبعا، احنا عارفين ان الذره الصفرة دي حلوه قوي. هنجيب بقى ده العيش اللي احنا عاملينه، هنبدا نوزع، والليمون اهو، هنبدا عصير ليمون. بس هنحط عصير ليمون. يا ساره أيوة. يعني شكرا. هناخد عصير الليمون كده شويه، ايوه، وهنبدا نقلب تاني، وبعدين نحط السلطه. ايه بقى المكونات علشان نبقى عارفين مكونات السلطه؟ تاني بقى مع بعض هناخد شويه طماطم الاول، هناخد شويه كابوتشا هنحطها كده. ليه حطينا الكابوتشا الاول؟ عشان الطماطم ما تنزلش على العيش، عشان الطماطم تنزل ميتها. بالظبط، تنزل ميتها، فتنزل ميتها على الكابوتشا. بصي يا شيف، بصراحه انت عامله شويه حركات جميله والله يا ساره. بصي احنا لازم نغير كل يوم في اكلنا عشان ما نبقى ما نزهقش، وعشان ما نبقاش حاسين ان احنا متضايقين. ده البقدونس، معلقه بقدونس واحده بس مفيش غيرها، وبعدين كرنب احمر هيبقى حلو قوي، هيدي طعم حلو قوي للسلطه. كل البشر ده بايدك، مقطعه بايدك، مش شويه بصل اخضر بيبقى طعم حلو قوي، وشويه طماطم. بصوا اهو شويه طماطم، الله، وشويه فلفل الوان. والله يا شيف، الله يا شيف، انا جعت. والله بيبقى حلو قوي يا سارة. انا جعت يا شيف. وبعدين ما ننساش الجزر، ده مهم جدا. ده الجزر ده بقى مهم قوي بصراحه، بيدي طعم حلو قوي للسلطه كمان. وبعدين هنرجع تاني، هنجيب بقى الدريسنج اهو، تمام، وهنبدا نوزع على السلطه. السلطه كلها والله جربوها، الله عليك يا شيف، وشوفوها ودوقوها، وطعمها خطير جدا. الذره يا شيف، وهناخد الذره طبعا بعد ما نحط شويه الدريسنج، هناخد الذره الاصفر. ده بقى خلصنا ده، هنحط الذره الاصفر كده عليها. الوان الطبق كله الوان، والالوان دي جميلة. والله العظيم بتخلي الواحد إيه فعلا الجمال ده؟ نفسه تبقى شهيه جدا جدا للاكل. وادي إيه ده؟ طبق إيه ده؟ السلطه، ايه ده؟ هنحط في الاخر شويه بقدونس، نلون بقى دي، اصفر ومع الاخضر. بصوا طبق السلطه إيه عامل ازاي، ادي طبق السلطه. والله اصلا هتلاقوا ان طبق السلطه ده حلو جدا وبقت وجبه. يا شيف بصراحه انا مش عارفه اقول لك ايه، بس يعني هو ينفع ندوق؟ طيب هو ينفع يدوق طبعا يا ساره، هو ينفع ندوق؟ طيب لا ادوق يا ساره، انت اصلا عايزه تدوق. طب يا شيف، طب خلينا ندوق كله مع بعض في الاخر. ماشي، ايوه، ندوق كله مفيش مشكله. بس مش عايزه اقول لكم طبق السلطه اصلا والله العظيم شكله حاجه حلوه قوي جدا جدا، شكله حلو جدا وجميل جدا في الاخر، عشان برده يدي طعم حلو قوي. وبالهنا والشفا. بص يا شيف، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه على الجمال. بص يا شيف، احنا طبعا يعني بعد طبق السلطه الجميل وبالنظام وبالترتيب اللي انت عاملاه دوت، اما باجي اخش المطبخ او اي حد بيجي يخش المطبخ، دخلت المطبخ بقى عارفه انت مزعجه شويه جدا. مزعجه، مش هقول لك مزعجه، بس ده مزعجه يعني بنسبة جدا، بنسبه كبيره، اللي هو انت ما عايزه ادخل المطبخ اعمل حاجه، فبفضل واقفه اللي هو هعمل ايه النهارده، محتاره. لا ده من قبل ما تدخلي المطبخ يا ساره، يعني انت وانت داخله يعني مش يعني لازم افكر من قبل بيوم. انت فتحتي عينك من النوم قلتي يا ربي انا النهارده هعمل اكل ايه؟ والله يا شيخ، ساعات من قبلها برضه، وساعات من قبلها، وساعات من بالليل. بس احنا برضه بنبقى داخلين المطبخ مش مرتبين حاجه. ساعات الواحد بقى هيفكر يعمل اكل ايه. شيف امل بقى بوصفاتها تقول لي انا داخله مش مرتبه هعمل حاجه، ممكن اطلع وجبه جميله زي دي، واطلع معاها ايه تاني ممكن اقدر ان انا اعمله. بصي يا ساره، احنا دلوقتي كده عملنا طبق السلطه، تمام، هنبدا نعمل. احنا اكيد عندنا يعني النهارده لو انا هاكل فراخ اكيد هيتبقى ربع فرخه، ممكن يتبقى يعني شويه فراخ، باخدهم اعمل فيهم ايه؟ بوظفهم، مش برميهم لان دول ما ينفعوش يترموا، فبوظفهم علشان اعمل منهم وجبه رئيسيه في الغداء. يعني انت عندك الحاجات دي من قبلها بيوم مثلا؟ بالظبط، او انت كنت عاملاها فشلتيها في الفريزر؟ بالظبط. لو انا بقى عملت، لو انا بقى مثلا عايزه خلاص انا كده خلصت طبق السلطه، نبدا بقى نعمل الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي اللي هو هيبقى ايه؟ انا بفكر بقى هعمل اكل ايه؟ النهارده عندي شويه مكرونه مسلوقين، وهعمل شويه صوص، وادي الغدا. انا كده اتغديت واكلت سلطه وشربت عصير وشربت لا اشرب عصير ونسكافيه وشاي والرجيم باظ وكل حاجه وخلاص. طب بالنسبه لده الرجيم ايه؟ عادي؟ عادي والله. ما فيهوش حاجه طبعا يا جماعه. بصوا الجمال، يعني مفهوش احنا اي حاجه اصلا، انبسط بطبق السلطه اللي الشيف عاملاه، وفي نفس الوقت كمان لا هيدينا بصراحه ايه يا شيف. وبعدين الاولاد هتاكلوا والكبار هياكلوا. بصوا كل حاجه طبعًا. بجد وحياه ربنا طبعا. ده بقى ده عمل ازاي يا شيف؟ بصي هو انا عندي بوله، يعني هو سهل جدا. انا بعد ما عملته بالزبادي وعملته بشويه ملح وقلت لك بشويه معلقه بيكنج باودر،
بططته، سبته شويه يستريح، وبعدين جبت النشابه فردته، وعندي قالب كيك رحت حاطه القالب دهنته زيت الاول ظهر القالب، وبعدين حطيت العجينه ودهنتها زيت ودخلتها الفرن بس سويته على قد القالب. بيطلع شكله حلو قوي حتى لو انا عندي عزومه ولا حاجه. ما انا مخليه للاخر كده اشوف عشان حتى مش بتكليب المعلقه، فممكن تاخدي تقطعي العيش بقى. ما هو ده اللي انا بقوله، ان احنا ممكن ناخد نقطع العيش وناكل منه السلطه عادي. السلطه بتتاكل بالعيش جميله جدا. بالظبط، حلو جدا يا شيف. بص يا شيف، والله انا مش عارفه اقول لك ايه، بس غير الحاجات الحلوه الجميله دي. انا مش يا ساره بتبقى حيره يا ساره. طيب بتبقى حيره. انا عايزه بقى اقول لك على حاجه، وعايزين كل يشارك معانا الساده المشاهدين يكلمونا وربات البيت الجميله تتصل بينا. سؤال حلقتنا النهارده مع الشيف امل، ايه كان بديل الثلاجه زمان؟ شيف من فضلك ما تجاوبيش عشان انت قلتي لي اجابات. واحنا بنحضر الحلقه قالت لي اجابات كتير حلوه يعني. ماشي، ايه زمان كانوا بيستخدموا ايه؟ ما كانش فيه ثلاجه طبعا، عن يعني زمان ما كانش فيه ثلاجه خالص، وكانوا بيعملوا الوصفات والاكلات بتاعتنا ديت. طيب كانوا بيحفظوا الاكل ازاي؟ كانوا بيعملوا ايه؟ ده احنا دلوقتي عايزين نعرف بقى طبعا. سؤال الحلقه وكل يتصل يشاركنا فيه، ايه كان بديل الثلاجه زمان؟ والارقام ظاهره دلوقتي على الشاشه ومستنيين اتصالاتكم دلوقتي. شيف، بعد ما خلصنا السلطه هنعمل ايه تاني؟ هنعمل بقى طبق المكرونه اللي هو اصلا احنا عاملين مكرونه بصوص. المكرونه اصلا بالفراخ، والفراخ عندنا. طيب قلنا يا ساره ان احنا عايزين نوظف الفراخ اللي عندنا، هنوظفها ازاي؟ هنعمل جنبها شويه مكرونه وبطاطس. هتبقى ازاي بقى مكرونة التوظيفه وبطاطس. التوظيفه هتبقى ازاي؟ نقول طيب، وانتي كلنا عارفين المكرونه بتتسلق طبعا. بنسلق المكرونه. احنا النهارده هنجيب شويه مكرونه. احنا ممكن مكوناتها ايه الاول يا شيف؟ هقول لك، احنا بنحط ان عندي مكرونه مش ملهاش اي يعني مش 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 نص كيلو ومش كيلو زي ما انت عايزه. كوبايه اتنين على قد وجبتك، وعندي فراخ، وعندي بصل، وشويه بقدونس، وعندي شويه طماطم، وشويه جبنه، شويه جبنه رومي، وشويه جبنه موتزاريلا. وهناخد كل ده هنعمله مع الصوص واحنا بنسلق المكرونه. احنا هنسلق المكرونه الاول، هننزل المكرونه. ناس كتير قوي بتقول ان انا بحط زيت على المكرونه، انا مش هحط زيت على المكرونه. انا بحط زيت يا شيف. لا لا، انا مش بحط زيت وملح. لا لا، انا مش هحط زيت على المكرونه المره دي، علشان عارفه ان انا هاخد المكرونه على طول على الصوص. كده هنسيب المكرونه تتسلق. يعني انت هتعملي مش هتصفيها؟ لا لا لا، ولا اي حاجه، مش هصفي المكرونه ولا هعمل فيها اي حاجه. ده ايه بقى يا شيف؟ هحط شويه ملح معانا طبعا. مقادير المكرونه هتنزل حالا. نص كيلو مكرونه ومعلقه ملح صغيره. هنسيب المكرونه تتسلق على النار لكن بدون زيت. طب مين اللي اخترع حوار الزيت ده يا شيف؟ يعني ليه قلنا نحط زيت علشان خاطر هقول لك على حاجه، المكرونه ما تعجنش. في ناس بتحط زيت على المكرونه عشان ما تعجنش، لكن انا ما دام هاخد المكرونه بحالها احطها على الصوص، يبقى انا مش محتاجه ان انا مش هتمسك مني. أيوة. خلاص انا هاخدها احطها على الصوص. هنبدا بقى نعمل الصوص بتاعنا. تمام، هنجيب طاسه. ايوه، هنحطها على النار. ايدي شغاله، مش عارفه شغاله ولا مش شغاله. وبعدين هنجيب شويه طيب. زيت. شيف وحضرتك بتعملي الصوص معانا تليفون. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك بالاجابه؟ طبعا، اتفضلي، اتشرف بحضرتك. مدام سماح. اهلا بيك يا مدام سماح. اهلا بيك. كنت عايزه اعرف حضرتك دلوقتي، انتوا كنتوا طرحين سؤال ازاي كانوا بيستخدموا او بمعنى اصح ايه. ايوه، ايه كان بديل الثلاجه زمان؟ هو النمليه. النمليه. طب انا قلت نمليه والشيف امل قالت لا مش نمليه. طيب ممكن يكون عندك اجابه تانية غير النمليه؟ بحط الاكل في البلكونه. ايوه ايوه، دي حقيقة. ما شاء الله. طب خلاص، بصي بقى انت استني لاخر الحلقه برضو عشان تعرفي الاجابات، لان في كذا اجابه متنوعه. تمام؟ طيب. احنا قلنا هنا مليه وقلنا بلكونه، ففي كذا حاجه تانية ممكن تعرفيها معانا على مدار الحلقه. قولي لي، حابه تسالي الشيف امل اي سؤال؟ لا لا، شكرا. العفو يا حبيبتي، شكرا ليكي، نورتينا. يا شيف يا شيف، عندنا اجابات كتير وانت حيرتيني في الاجابات. هناخد بقى الاول الصوص. احنا هنعمل الصوص يا ساره دلوقتي على طول اهو. تمام، هناخد اللي حطينا شويه زيت صغيرين. وهناخد ثوم. معانا مقادير المكرونه تنزل. ايوه، تشتغل يا ساره سخنه. طيب ننقل هنا.
موضوع سهل جدا وبسيط ما فيهوش اي حاجه. قولي يا شيف تاني كده المكرونه. ايوه عشان معانا على الشاشه دلوقتي نص كيلو مكرونه وهناخد معاها معلقه يعني نص كوبايه بصل. تمام. وهناخد شويه ثوم صغيرين وهناخد جبنه موتزاريلا. تمام يا شيف كملي. جبنه موتزاريلا وجبنه رومي وهنعمل الصوص على طول. ادي المكرونه بتتسلق. تمام. بس الزيت بس يسخن. يسخن. طيب شيف لحد ما تسخن الزيت بتاعنا ونعمل الصوص. انا عندنا مشكله جدا احنا وستات كتير في المواعين. بما ان احنا النهارده بقى داخلين بنتكلم عن المطبخ بمشتقاته كلها، المواعين يا شيف كارثه لناس كتير. شيف ما تبصليش يا شيف، يعني انا بقول بشكل عام. بصي يا ساره، يعني انا بطرح اسئله اللي كلها بتيجي في بالنا. المواعين مشكله كبيره. طبعا طبعا. ماشي يا شيف؟ طبعا. عندي ناس كلها وعندي. طبعا. ماشي؟ طبعا. طب انا عايز ادخل ابقى نفسي مفتوحه كده ان انا اعمل الاكل واوضب بقى مطبخي وكده. ماشي يا شيف؟ ماشي. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ساره؟ احنا دخلنا المطبخ وبدانا نعمل الاكل، فاحنا ما نحاولش يعني نملى الحوض بالمواعين. احنا بنشتغل واحنا على طول واحنا بنشتغل بنغسل المواعين. يعني احنا ما بنسيبش المواعين في الحوض، لان احنا لو خلصنا الاكل وطلعنا اكلنا هنكسل وهنبدا والمواعين هتبقى في الحوض. طب ليه ما احنا ما نشتغل واحنا بنشتغل نتغير نغسل معلقه، واحنا بنشتغل نتغير نغسل طبق، هنقلب حاجه مثلا نعملها على طول ونغسل مكانها. خلاص كده قصه المواعين خلصت. هنيجي للبوتاجاز، لو احنا بقى بنتكلم في غسيل البوتاجاز، طب ما احنا هنسيب البوتاجاز بعد ما نخلص الاكل. مش لا معلش يا شيف ثانيه واحده بقى، ترويق المطبخ والبوتاجاز ده هجيبه لك بس بعد ما ناخد المداخله دي ان شاء الله يا حبيبتي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكي عمر ابو عامر. اهلا بيك، اتفضل. عاوز اعرف طريقه عمليه البيتزا. البيتزا؟ اه حاضر. عايز تسال شيف امل اي سؤال تاني غير البيتزا؟ وطريقه عمليه الكيك. الكيكه حاضر عيني. البيتزا والكيكه حاضر. شكرا ليك. عندنا بيتزا وعندنا كيكه، احنا عايزين. بصي انا مش عايزه اقول لكم على اصلا البيتزا بتاعت الشيف امل عامله ازاي والكيكه بصراحه يا شيف. وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه. جميله. طب نقول البيتزا والكيكه. ونرجع على حاجه. هنجيب 3 كوبايات دقيق، وهنجيب معلقتين زيت بالظبط، وهنجيب معلقه عسل نحل مش هنحط سكر، وهنجيب نص معلقه يعني العسل بديل السكر، وهنحط 3 معالق زيت وحتى 3 كوبايات دقيق، وهناخد كوبايه ميه وهنعجن العجين على قد ما العجين يبقى في ايدينا كويس، مش هنحط اي حاجه تاني. وهنعجن العجينه ونركنها، هنركنها شويه، ومعلقه خميره نسينا الخمير، معلقه خميره كبيره. وبعدين هنعمل ايه؟ هنكور العجين، خلاص عجناها وبقت كويسه قوي في ايدينا، ما بقتش بتلزق. هنركنها شويه، هنقطعها كور صغيره على قد ما احنا عايزين. عايزين ميني بيتزا، عايزين بيتزا كبيره، عايزين بيتزا صغيره. هنقطع العجين زي ما احنا بنعمل على قد ما احنا عاوزين، وهنركنها شويه. وبعد ما تخمر هنبططها، هنحط زيت طبعا في الصينيه، هنبطط العجين الكوره اللي احنا عملناها، هنحط الصوص بتاع البيتزا ونبدا نحط الجبنه الموتزاريلا ونحط الحشوه ونستنى شويه وندخلها الفرن. قبل ما ندخلها الفرن وقبل ما نحط الحشوه هنخرم العجين علشان العجين ما يقبش مننا في الفرن. بس هي دي طريقه البيتزا. طيب شيف نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه اسئلتنا ومستنيين مكالماتكم. نطلع فاصل ونرجع لكم على طول. في مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. ساعه شهيه. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع وصفات الشيف امل يوسف الجميله اللي بنتعلم منها كل حاجه حلوه وترويقه المطبخ بقى الحلوه. بس قبل ما نتكلم عن ترويقه المطبخ اللي شغله كل رباط البيوت والشيف امل يعني مركزه معايا في الموضوع الموضوع ده، هنعمل المكرونه اللي شيف بالخضار ببواقي الفراخ. ببواقي الفراخ تمام. قولي لي يا شيف عشان اللي ما كانش قاعد يفتكر معانا. بس قبل ما نقول سؤال الحلقه، ايه كان بديل التلاجة زمان؟ عندنا اجوبه كتير، الشاطر اللي هيجاوب الاجابه الصح اللي الشيف امل قالتها لنا. تمام يلا يا شيف قولي لنا. احنا بقى هنعمل الاول الصوص بتاع الفراخ على بتاع المكرونه علشان نبدا نخلص المكرونه بسرعه كده قوي قوي. هنحط البصل. بصل ده بقى الصوص اللي هيتحط على المكرونه. صح. هنسيب البصل كده يتشوح شويه. ايوه
هيتشوح شويه. على فكره يعني احنا بنقول ان احنا بنعمل مكرونه ببواقي الفراخ، احنا مش هنهدر بواقي الفراخ اللي بايته. وفي ناس بتقولك انا مش باكل فراخ بايته. ده بانيه يا شيف ومقطع؟ لا 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 ولا ده لا فراخ؟ لا لا ده بواقي فراخ يعني انا كان عندي فراخ ومش هتتاكل تاني يوم، بتبقى طبعا هم بيقولوا لا مش عايزين ناكل فراخ بايته، فانا بوظفها من غير ما هم يعرفوا. ايوه بيعملوا ايه؟ شيف حلوه برضو والله العظيم من غير ما هم يعرفوا، علشان وبتبقى حلوه جدا. حطيت البصل وحطيت الثوم، سيبته يتشوح شويه. وبعدين احنا دايما بنقول حرام الاكل يترمي، فليه احنا ما نعملش حاجه على قدنا؟ يعني بمعنى ان انا عندي 5 افراد هياكلوا رز، ما تيجي نحسب كل فرد بياكل قد ايه، عشان الرز حتى ما يبقاش بايت يا ساره، بيبقى مش طعمه حلو. بناخد الرز بنقسم مثلا، حتى لو عامل اكل قبلها لازم الرز يبقى طازه بالظبط. الفرد بياخد نص كوبايه، يعني لو الفرد بياخد نص كوبايه وانا عندي 5، فنحسب كل واحد بياخد نص كوبايه، هو بياخد نص كوبايه بس، فالرز على قد الوجبه ما بيتركنش خلاص وما بيتحطش في الثلاجه. طب انا لو عندي رز بايت، انا بقى هنا بعمل مكرونه، طب انا لو عندي رز بايت بوظفه زي البشاميل، بحط له بشاميل بالظبط زي المكرونه البشاميل. الرز بيتحط له البشاميل بالظبط؟ يعني انا حتى لو عندي بواقي رز باقيه، بجيب الرز بجيب طاجن ادهنه حته سمنه بلدي مثلا او حته سمنه حبه زيت، احط الرز الباقي عندي، وبعدين اجيب بواقي الفراخ برضو اوظفها زي ما انا بوظفها دلوقتي، واحط فيها واحط يعني احطها واحط شويه جبنه موتزاريلا، اغير طعم الفراخ هتبقى رايحه في سكه ثانيه خالص. وبعدين احط الرز الباقي واحط عليها شويه بشاميل من فوق وشويه جبنه موتزاريلا. اتغير الاكل ولا ما اتغير؟ لا اتغير بصراحه. يعني انا عملت ما عملتش حاجه بقى من بره خلاص، وما اشتريتش حاجه، وفي نفس الوقت وظفت الاكل اللي كان عندي وخسراني يترمي. طيب انا عندي اكل ومش هاكله وعايزه اطلعه وعايزه مش عارفه اعمل فيه ايه. زي ايه مثلا يا شيف؟ لازم يبقى عندي حبه مكرونه، عندي شويه مكرونه، عندي شويه رز، اكيد انا هنزل اجيب اي حاجه من تحت، اكيد هلاقي حد غلبان. هلاقي حد جنبي جنب في اي حته ماشي مش لاقي ياكل. كتير بتحصل. انت عايزه الناس قاعده ان انتوا تعملوا له وجبه حلوه من البيت. فانا يبقى عندي الحاجات دي، لازم يبقى عندي اطباق، لازم عندي اطباق نظيفه يعني كان انا هاكل فيها. صح. احط شويه المكرونه او احط شويه الرز، اغلفها يا ساره وانا نازله احطها في شنطه شيك واديها له وانا ماشيه. تمام. ايوه صح. وانا كده ما رميتش اكل. لا واديتي له اكل جميل، ويعني احنا حتى ما نحب نطلع حاجه من البيت عندنا لازم نطلعها زي ما احنا بناكلها، سواء لو احنا هنطلع لبس هنطلع اكل شرب اي حاجه لازم زي ما احنا بنستخدمها او بناكلها تطلع بنفس الشكل ده. ادي بواقي، ادي بواقي الاكل. انا هنا هاخد بقى ايه؟ هناخد ايه تاني بقى يا شيف معانا؟ الفراخ. معلش يا ساره بعد اذنك اتفضلي. هحط الفراخ. بصي يا شيف انا ما عنديش مشكله ان انا هساعدك طبعا طبعا، بس يعني هتسمحي لي طبعا ان انا لازم ادوق الاكل الجميل طبعًا ده؟ طبعا يا ساره انت هتدوقي. اللي ريحته ابتدت تبان اصلا من ساعه ما حطيتي البصل على الثوم. ايوه بصي شميتي الريحه عامله ازاي. طبعا طبعا هتشمي بقى يا ساره وتاكلي احلى فراخ ممكن تاكليها بالمكرونه. لا وجميله وسهله وبسيطه، ولو معاها السلطه اللي احنا عاملينها دي تبقى اجمل بكتير. بالظبط. شوحنا شويه الفراخ اهو. تمام يا ساره. احنا كاننا قاعدين في البيت. انت يا شيف متبله الفراخ دي؟ اه طبعا متبلاها. ايه بقى وايه يعني؟ انا شايفه ملح وفلفل. هو ملح وفلفل وشويه ليمون. لا لا ملح وفلفل بس وشويه بهارات فراخ. ما بحطش الوجبه دي ما بتاخدش غير ملح وفلفل بس، حاجات بسيطه بس فقط لا غير. ما بحطش فيها حاجه ثاني، لان هو اصلا كل الاكل اصلا لما بيتبل كتير طعمه بيبقى مش باين. صح يا شيف. فانت لما تيجي تتبلي الحاجه يعني خلاص انت ملح وفلفل هتحسي بطعم الفراخ وتحسي بطعم المكرونه والحركات بتاعتنا. بالظبط. هيبان ازاي طب يا شيف؟ بصوا بقى هتقولي بقى باربيكيو ومش عارفه ايه. طبعا. انت بالنسبه لك بقى بتبدلي البهارات والتوابل بالخضار. حطيت شويه طماطم، هتقولوا لي طماطم ليه؟ هقول لكم ذوقوا الطماطم مع الفراخ والمكرونه هيبقى طعمها في منتهى الجمال. هنحط شويه بقدونس بيدي طعم الفراخ تحفه جدا. جداً روعه 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 جدا جدا, جداً, جداً. شكرا يا ساره. انا شايفه هنا في جبنه دي رومي وموتزاريلا. طبعا موتزاريلا. اه طبعا ورومي. فطبعا بصوا يعني انا شايفه ان الاطفال حتى اللي مش بتميل للاكلات اللي فيها خضار هتحب الوجبه دي جدا. بصوا بقى وكمان ايه الاكل، الاكله اتغيرت يعني الوجبه اتغيرت خلاص. انا خدت شويه المكرونه، هم دول بس اللي انا جبتهم، وكانوا عندي طبعا اكيد عندي شويه مكرونه وعندي شويه الفراخ وعملت وجبه وعملت غدا.
حاجه اقتصاديه جدا، ما اشتريتهاش. هنحط ايه تاني يا شيف؟ هنحط شويه جبنه. هاتي الجبنه جبنة دي بعد اذنك. موتزاريلا؟ لا جبنه الرومي. الرومي اتفضلي. هتحطي ذره برده يا شيف؟ لا مش هحط ذره. هحط ذره، هحط شويه جبنه رومي. والله هتبقى طعمها تحفه جدا. شكرا يا ساره. وهحط شويه جبنه. اللي ما بيحبش الاكلات اللي فيها خضار هيحب الاكله دي جدا. اتفضلي يا ساره. شيف، هو انا ممكن بعد ما اعمل كل دوت اديها وش في الفرن؟ بصي بقى يا ساره، تديها وش في الفرن؟ طبعا. ممكن تديها وش في الفرن. بصي يا ساره، انا كده عملت الحشوه او عملت الصوص اللي هيتحط على الفراخ. انا كده في حاجه ناقصاني هحطها. انا ما عنديش الحاجه، ما عنديش كريمه لباني. ما عندكيش كريمه لباني؟ انا دلوقتي مثلا كريمه لباني غاليه، ما عنديش كريمه لباني، فممكن اعمل ايه؟ بديل الكريمه اللباني شويه لبن. تمام. شويه لبن صغيرين هحطهم كده علشان بس يبقى الصوص طري. في عندنا بدائل كتير، وطبعا احنا هنعمل حلقه ان شاء الله مع الشيف امل باذن الله هنتكلم فيها عن بدائل الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في الاكل. بالظبط، عندنا شيف. بدائل كتير جدا جدا هنستعملها، وهتدي برضو نفس التست بتاع الكريمه اللباني او البديل بتاعها. طب شيف اتفضلي. يا ساره ناخد معانا تليفون. الو يا ساره. الو. ايوه. السلام عليكم. جمهورك اطفال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم حضرتك الشيفه؟ طبعا ممكن تكلمي الشيف. اسمك ايه؟ لميس. لميس، ازيك يا لميس؟ معاكي الشيف امل، كلميها. يا اهلا يا لميس، ازيك يا حبيبتي؟ اسم جميل قوي. الله يخليكي، ده من ذوق حضرتك. قولي يا حبيبتي، اموريني. ممكن تقولي لي على طريقه اعمل بلح الشام؟ بلح الشام. بلح الشام. حاضر. تمام. ايه تاني؟ بس على كده. حاضر يا لميس، هقولهولك يا حبيبتي حالا. شكرا يا لميس. جمهورك الجميل يا شيف النهارده بيتصل بيكي اطفال. هقول لك يا لميس على بلح الشام. على فكره انت كده بتوصلي للقلب اللي عايزه اقول لك. والله بجد قلوب الاطفال دي اصدق قلوب. كمان. طبعا يا ساره طبعا. احنا بعد ما حطينا بقى كل الحاجات بتاعتنا اللي احنا المفروض نحطها، هتعملي ايه بقى يا شيف؟ بصي بقى، هناخد المكرونه. هناخد الاول شويه ميه كده من المكرونه. هنحطها على الصوص علشان المكرونه الصوص ده يمسك شويه، وطبعا احنا عارفين ان الميه بتاعت المكرونه بيبقى فيها نشا. فالنشا ده بيمسك. خدتي بقى النشا بتاعت المكرونه؟ أيوة. نفسها. وبعدين بيدي تيست رائع. والله يا ساره بيدي تيست رائع للحشوه للمكرونه. طيب وانت يا شاب بقى بتقلبي كده، نرجع لترويقه المطبخ. انا اعمل ايه عشان ما اقدرش طاقتي برضو اللي بتخلص في المطبخ؟ انت عايزه احنا عايزين نكمل بس يعني جزء منها، لان انا عايزه ادخلك على حاجه تاني وهي الثلاجه. احنا داخل يعني احنا عايزين نمشيها خطوه خطوه. ماشي. روقنا المطبخ ترويقتها خفيفه. انت قلتي دلوقتي اي حاجه تعملوها روحوا اغسلوها على الحوض. ايه بقى ممكن يعني ادي نفس القدره دي اعمل حاجه مثلا اشربها؟ يعني قولي لي يا شيف انت يومك بيبقى عامل ازاي؟ والله يا ساره بصي، انا يومي بيبقى مثلا بقوم الصبح افطر. اول حاجه بتشغل بالي مش الفطار، انا هعمل اكل ايه؟ ما ده كلنا، ده كلنا والله يا شيف، مش حضرتك يعني بس. عارفه اللي هو فعلا اجهاد ذهني. والله اجهاد ذهني. الناس لو عارفه يعني الرجاله لو عارفه ان الست بتجهد نفسها ازاي في التفكير في الاكل والله هيرحمونا. علشان كده بصراحه احنا والشيف امل فكرنا ان كل الاكلات بتاعتنا ما تخليكوش عندكم مجهود ذهني، لا انت تفتحي الثلاجه بتاعتك وتبقي عارفه انت هتعملي اكل ايه. خلاص ما عندي بطاطس، عندي بتنجان، عندي بواقي اكل، انا هطلع من الاكل ده كله اكله حلوه هعملها على طول، صح يا شيف؟ طبعا طبعا. طيب وبعدين يا شيف هنعمل ايه؟ هنعمل في الثلاجه بقى. مش كده؟ بص يا شيف بقى، الثلاجه دي ليها قصه كبيره. في ناس عندها اساسيات بجد في الثلاجه ديت، لازم تبقى محطوط لها مفارش وديكورات وحاجات كده جميله بتفتح نفسها. تمام؟ في ناس مستخدمينها ان هي حاجه المبرد بتاعنا اللي بنحط فيه الاكل والشرب والحاجه دي. طبعا لما اجي افتح ثلاجتي وابقى مرتبه الجبن بتاعتي، السلطات، الحاجات، حفظ الخضار في الحاجات اللي خاصه بالثلاجه دي، اكيد بيسهل عليا الاكل كتير. طبعا. شيف امل بقى طبعا بتعمل ايه عشان ارتب الثلاجه للناس اللي مش عارفه لسه ازاي ترتب الثلاجه، او العروسه الجديده لسه مش عارفه؟ الثلاجه دي بجد لازم تترتب يوميا. يوميا. والمطبخ الاثنين؟ لا لا، ما هو انت دخلتي المطبخ. ما هو انت دخلتي المطبخ يا ساره. لازم تبقي عارفه انت داخله تعملي ايه. صح. ولازم تطلعي من المطبخ وانت حاسه انه رايق. والله المطبخ ده اساس الشقه.
يعني ناس كتير قوي تقول لك ان المطبخ ده اخر حاجه، لا ده المطبخ لو نضيف الشقه كلها نضيف. المطبخ الاول علشان ياخد الشغل بالزبط. كله وبعد كده ادخل بقى على الثلاجه دي بقى يوميا انا حاطه مثلا طبق فيه شويه خضار خلاص انا مش عايزاهم فبطلعهم اشوفهم هعرف اوظفهم ولا مش هوظفهم، في شويه طماطم. ودرج الثلاجه ده اساسي اساسي كل يوم لازم يتوضب. درج الثلاجه انا حاطه فيه طماطم، حاطه فيه خيار، حاطه فيه ليمون، حاطه فيه خضره. فالحاجات دي لما بتبقى في درج الثلاجه على بعضها لازم تبقوا فاهمين انها بتبوظ. يعني ما بتبقاش. احنا طبعا يا شيف هنيجي هنعمل حلقه للحلقات هنقول بدايل الحاجات اللي ممكن نعملها الاكل وحفظ الطعام وتفريز الطعام ازاي في الفريزر. لا احنا بقى مش هنفرز دلوقتي. احنا بنقول ازاي نرتب. يعني احنا دلوقتي هنرتب الثلاجه، هنطلع اللي احنا مش عايزينه وهنرص ثلاجتنا. اذا كان فيها اكل هيتاكل على طول، اكل هيتاكل بالليل، اكل هيتاكل الصبح، تبقى الثلاجه دايما رايقه. انا بصراحه يعني بشوف ثلاجات كلها على بعضها. فليه احنا انا بدي فرصه بقى اهو ان احنا لما نيجي نرتب الثلاجه نبدا بدرج الثلاجه، نطلع القطه اللي مش هنستعملها نفرزها بقى. يعني احنا بناخد اهو من درج الثلاجه نفرز في شويه طماطم مستويين مش عايزينهم، صدقوني بحطهم في كيس واحطهم في الفريزر. لما باجي اعمل اكل فاقوم مطلعه شويه الطماطم حطهم في شويه ميه ضربهم عصير. بس بما ان انت يا شيف جبتي سيره العصير فاحنا هنطلع فاصل ونرجع عشان نشوف العصير الجميل بتاع الشيف امل وهتعمله لنا ازاي النهارده. خليكم معانا واستنونا بعد الفاصل. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. ساعه شهيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع وصفات الشيف امل الخطيره الجميله علشان بقى نشوف المكرونه الحلوه اللي مش هسيبها النهارده غير لما ادوق كل الحاجات الحلوه اللي عاملاها النهارده. شيف امل نغرف بقى المكرونه. ساره لازم تدوق. ايوه بالظبط كده. خلاص كده احنا خلصنا الصوص. أيوة. هنحط المكرونه. الله عليك يا شيف. انا مش عايزه اقول لكم اصلا بقى الريحه الجميله بتاعت الفراخ مع الخضار اصلا عامله ازاي، جميله جدا. ايه يا شيف ده؟ طب ما انا ممكن اساعدك واقلب معاكي. قلبي يا سارة. طب انا ممكن اقلب معاكي يا شيف عشان انت ايه لو قلبتي كده. ايوه معلش ثواني وبعدين قلبي زي ما انت عايزه. طب يا شيف انت هتضيفي لها ده في الاخر بقى الموتزاريلا صح؟ طبعا هضيف كده الموتزاريلا في الاخر وشويه موتزاريلا على الوش. شم. أيوة. شم يا سارة. انا شم يا شيف والله. شم والله العظيم الريحه يا سارة عامله ازاي. ايوه انا مش قادره اقول لكم يا جماعه يعني الحاجات الحلوه اللي هي عاملاها ده. ايه ده؟ والله ايه الجمال ده؟ تحفه. يلا بقى يا سارة معلش. يلا نغرف. تغرفي. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم على مهلك. ايوه كده. شايفين الجمال؟ والله العظيم حاجه ما شاء الله حلوه جدا جدا جدا. تسلم ايدك جداً. يا شيف. طب شيف يعني ما انا لازم اعمل اي تاتش معاكي. احط ال نحط حطي يا سارة. حطي يا سارة. حطي يا شيف ما يعني مش لازم برضه ابين ان انا عملت معاكي حاجه. طبعا يا شيف طبعا ما بتنزلش. استني اهي كده يا شيف. ايوه ايوه تمام كده زي الفل. تمام كملي الباقي. ايوه الباقي اهو. والله بجد طبق حلو جدا ومش عايزه اقول لكم اصلا يعني الولاد هتاكلوه. ده جبنه رومي على جبنه موتزاريلا. شيفوا ممكن اروح بقى ده الوش ده اروح مدخله الفرن. خلص طبقنا. ممكن بقى لو عايزه تدخليه الفرن هتدخليه الفرن عادي. طيب احنا بقى ناخد الطبق اهو الجميل نحطه هنا مع السلطه بتاعتنا. شايف معانا بقى عصير. هنبدا بقى نعمل قولي لي بقى العصير بتاعنا. اللي معانا ده ايه النهارده؟ العصير بتاعنا النهارده ان شاء الله فراوله. كوبايتين فراوله. كوبايتين فراوله و قطعين. تمام كده. معانا كمان العصير هتنزل على الشاشه وميه. وميه. لا هناخد اول ده المكثف يا ساره. اول بقى طبعا مره تشوفوا ان انا عصير عليه مكثف. لبن مكثف على الفراوله. رائع رائع رائع. بيبقى عامل زي الحاجات اللي الاولاد بتحب تشتريها من بره التقيله دي. شايف العصاير التقيله دي صح؟ ايوه. وبعدين مفيش سكر بقى بشويه ميه. انت كده خلاص مفيش سكر. انت ده مسكر اصلا. طبعا. صح كده؟ طبعا. تمام. وهنبدا نضرب العصير. ونجيب بقى الكاسات بتاعتنا الكوبايات الجميله. يا ساره ان انا النهارده حاطه لبن مكثف على الفراوله عشان طعمه جميل. والله يا شيف انت الواحد بيشوف معاكي كل جديد. بس كده خلاص ادي العصير بتاعنا.
جميل جميل. ادي العصير فراوله باللبن المكثف. تسلم ايدك يا شيف، رائع بجد. يعني بصي يا شيف انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارفه اقول لك ايه، بس خليها كده زي الفل. صح، حلو جدا. شيف بعد اذنك بقى، لو سمحت انا لازم ادوق الحاجات الحلوه دي. دوقي بقى. انا عايزه يا ساره، انت ساعه ما شفتي المكرونه وانت عايزه تدوقي الاول طبعا السلطه. اتفضلي يا ساره. انا عايزه الاول ادوقي، خايفه يتكسر. تفتح كله؟ بصي مش ممكن تاخدي حته من فوق. بص حلوه، حته صغيره. دوقي يا ساره. لا عيش، عيش حلو قوي. ناخد بقى من التوليفه دي. ايه الجمال ده؟ حلو قوي يا شيف. والله العظيم يا ساره طعمها خطير خطير. جميله جدا والله، خطير. والا بقى بالعيش، يعني انت بتاكلي العيش بالسلطه. رائع. لا انا يعني مش عايزه اقول لكم دي عامله ازاي اصلا، جمالها طفل. ولا طعمها اساسا حاجه لوحه فنيه. لوحه فنيه خطيره. هلا وشوفها يا ساره. ايه ده يا شيف ده؟ نيجي بقى للوجبه الحلوه. لا والشيف امل جايبه لنا بقى المعالق بتاعتها عشان خاطر يا شيف ما نغسلش. ايوه كده، عشان ما نغسلش. واهم حاجه انك ما نغسلش. مش عايزين مواعين. مش عايزين مواعين. مع ان والله انا بحب غسيل مواعين قوي يا ساره. ناخد كده بالجبنه والحاجات الحلوه اللي الشيف عملتها. شفت سخنه ازاي؟ حاسبي طيب عشان سخنه تفتكري. طب الله الله على الجمال. شويه مكرونه من بواقي الفراخ مع شويه جبنه موتزاريلا. ايه ده والله، وش مع شويه بقدونس، شويه لبن صغيرين. جميله جميله. تسلم ايدك يا شيف امل. تسلمي يا ساره. تسلمي يا حبيبتي بجد. مش عارفه اقول لك ايه. تسلمي على الوصفات الجميله بجد. وحياه ربنا كان نفسي تكونوا كلكم قاعدين موجودين معايا دلوقتي عشان تشوفوا السلطه الجميله والطبق الجميل اللي كل الولاد انا مقتنعه مليون في المية ان هم يحبوه جدا، والعصير الحلو جدا. وشيف امل قبل ما نختم الحلقه، اجابه السؤال ايه بديل الثلاجه زمان؟ بديل الثلاجه زمان البلكونه. البلكونه. يعني ماما زمان كانت لما بتعمل الاكل بنتغدى وتروح واخده الاكل بالليل حاطاه في البلكونه الصبح قبل ما الشمس تطلع. امال النمليه دي ايه يا شيف؟ نروح واخدين الاكل. لا النمليه دي يعني انا مش النمليه دي اصلا هتبوظ الاكل. يعني انا جبت اجابه غلط. يعني النمليه جبتيها منين انت يا ساره؟ بناخد الاكل من البلكونه نحطه على البابور، البابور او البوتاجاز. طبعا كان البابور كان زمان قوي، انما البوتاجاز بقى بنغلي الاكل تاني ونسيبه عشان نتغدى بيه. بشكرك يا شيف امل بجد والله، نورتينا النهارده في الحلقه. وان شاء الله تستنونا كل يوم اتنين الساعه 3 مع الشيف امل في ساعه شهيه عشان تشوفوا الوصفات الجميله وتشوفوا ترويقات بقى المطبخ والبيت والحاجات الحلوه اللي الشيف امل محضرها لنا، وتفريزات بقى الخضار الحلو اللي الشيف امل محضرها لنا الفتره اللي جايه ان شاء الله على مدار الحلقات. شكرا جدا يا شيف امل. يا ساره نورتينا. ان شاء الله المره الجايه بقى سؤال جديد. استنونا تابعونا من اول الحلقه علشان خاطر تجاوبوا على سؤال الشيف امل. اشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة.